جيت تخلص ما قد هلك وتحرر الشر اللي في قلبه وملك. جيت عشان تدينا حياة وترجع لينا اللي تاه. جيت تفتح العيون والمظلوم تبقى معاه. جيت تقوم الساقطين وترد حزننا وتخلينا فرحانين. جيت فقير وانت الملك. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج جاء. كل سنة وحضراتكم طيبين. زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت وشفنا ربنا يسوع المسيح ليه كل المجد، جاء وسأل تلاميذه الناس بتقول علي أنا مين؟ وده كان السؤال اللي طرحه قدس أبونا الحلقة اللي فاتت. احنا كمان بنقول ربنا بالنسبة لنا مين؟ لو ادينا كل حد ورقة وقلنا له اكتب ربنا بالنسبة لك مين هيكون ايه؟ النهاردة هنشوف جاء ربنا ليه كل المجد فين وهيعلمنا ايه مع قدس أبونا يوسف سمير كاهن كنيسة الملاك مخائيل بالظاهر. أهلا بك يا أبونا. أهلا بك حبيب قلبي، منورنا بمجيئك دايما. ربنا يخليك حبيبي. تعيش يا أبونا. النهاردة جاء في متى 17:7 بيقول: فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا ولا تخافوا. إيه حكاية النهاردة؟ الحكاية النهاردة تجلي، والحقيقة التجلي مش بس على جبل التجلي، لكن يعني الله مجرد وجوده هو تجلي، يعني مجرد حضوره هو تجلي، يعني الله يتجلى بمجرد ذكر اسمه، يتجلى اسمه يعني. وعشان كده المجوس سجدوا، اكيد كان في حاجه شافوها، مش حكايه النجم بس. يعني اذا كان النجم اللي بيشير لشخص الرب يسوع المسيح كان نوع من انواع التجلي، فيمكن بقى هنا هوت رد فعل التلاميذ هو اللي خلى السيد المسيح جالهم. جالهم من وسط التجلي، مش جالهم في التجلي. يعني هم في وسط التجلي او في اخر التجلي سقطوا على وجوههم. والحقيقه انه ممكن الواحد يسقط على وجهه، يعني يعمل كده. أيوة. مش يسجد، يعني مش بينزل حته حته، مش بيركع، لكن يعني نزل على وشه. أيوة. سقط على وجهه. والتعبير ده ذكر في الكتاب المقدس في أكتر من مكان، منهم القديس يوحنا الحبيب أول ما طلع كده في سفر الرؤيا وسقط على وجهه. في بعض الأوقات الواحد يحس أنه يعني يغمى عليه، يعني أو يسقط كده، عارف اللي هو يروح واقع كده، هو مش في الوعي، مش قادر، مش يعني الموضوع أكبر من أنه أحتمله. أيوة. فلما سقطوا على وجوههم كان حد حتى يقول يعني سقط على وجهه كميت. أيوة. يعني الواحد لما يموت فيطب. أيوة. يعني يقول لك يعني يروح واقع وقع كده هوت. ممكن الواحد يموت من الخوف فيسقط، وممكن الواحد يموت في الحب فيسقط. يعني يقول لك ده فلان ده وقع في الحب. أيوة. يعني وقع في الحب، يعني سقط من، او يقول لك المحبه قويه كالموت. صح. سقط كميت حبا فيه، يعني عارف يقول له انا بموت فيك، ويروح واقع كده هوت، يعني يغمى عليه، يعني يروح واقع كده. فالتلاميذ سقطوا على وجوههم، ما تقالش بالظبط سقط على وجوههم ليه يعني. أوه. لكن من كلام المسيح لما يقول لهم قوموا لا تخاف، سيد المسيح عمل حاجة بقى تبين قبليها لذيذة قوي، فكرة انه لمسهم. والحقيقة انه لما لمسهم اللمسة دي، عارف لما لمسة يعني تواصل، لمسة دي حتى بيسموها من لغات الحب الخمس. أيوة. اللمسة مش بس كلمة، مش نظرة، مش هدية، لا، فكرة اللمسة يعني أنت وأنا. ولمس التلاتة، يقول لمسهم. أيوة. فسيد المسيح راح جاي لبطرس، يعقوب، يوحنا. ده معناه فعل لكل واحد، يعني بالظبط
مش لمس واحد فيهم بس. ايوه. ولعل التجلي اصلا كان الهدف منه انه يلمسهم، تلمسهم نعمته، تلمسهم بركته، تلمسهم رؤيه جديده يحكوا عنها، اختبار جديد جاء ليهم بمنظر كل يوم بيشوفوا حتايه جديده وكل يوم بيعرفوا حاجه جديده كل ما يجي لهم السيد المسيح. والمسيح على الارض كان بيعمل كده. السيد المسيح لمسهم وبعدين قال لهم قوموا، وتقريبا مجيء المسيح كان هدف واضح جدا في نصوص كتيرة، فكرة قم، فكرة ان احنا نقوم. المسيح مش بيعمل التجلي شو، المسيح مش بيعمل التجلي علشان يحسوا انه انت الله، يعني ما ممكن يعني يثبتها او يعلنها بامور كتيرة، بس كل مرة بيقدمها بشكل او بصورة من اجل ان نقوم. بقى الحاجة التالتة انه كان واضح بقى ان السقوط ده كان خوف من اللي شافوه. فانهم معاه على طول، يعني هو برضو هم طول الوقت كانوا معاه، بس المره دي كانت مختلفه بالظبط. فقال لهم لا تخاف. فهو احنا عرفنا مشاعرهم لانه المسيح كشفها لما يقول لهم لا تخافوا. اذا هم لما وقعوا من ايه؟ من الخوف. من الخوف. احنا كمان بقى مفيش بني ادم لم يتجلى له الله، مش لازم بالعيان، وإن كان أغلب التجلي بالعيان، بس لأجل قساوة قلوبنا ما بنحسش إنه هذا تجلي وإنه تجلي شخصي. ممكن أقول أشكرك يا رب يعني على أي، يعني أنت فين قوم بقى، يعني اللمسة دي علشان تقوم نمرة واحد، نمرة اتنين بعد كده ما تخافش. عيب على واحد تجلى له الله يخاف في يوم من الأيام. جيت فقير وانت الملك. شفت الملك، شفت المجد، أخاف من إيه بعد كده؟ فتبقى عيب علينا. يعني هو كل شوية، كل ما حد فينا بيسقط أيا كان هذا السقوط بقى، ممكن يكون سقوط خطية، ممكن سقوط إيمان، ممكن يكون أي سقوط أيا كان، الله يعمل معانا الثلاث حاجات دول، يلمس. بس لما يبقى الواحد الجلد بتاعه مش حساس فما يحسش، أو معزول أو منمل أو زي المتخدر كده يعني أو أنا آسف في التعبير، يعني أنا مش عارف يليق ولا ما يليقش، من كتر عدم النظافة يقشف. أيوة. فبقى في طبقة عزلة من عدم النظافة. فلما ينضف ده بقى وتغسلني في أبيض أكثر من الثلج. عشان كده الناس اللي عايشة توبة أكثر إحساساً بلمسات الله، مش الله أكثر لمساته لولاده أو للناس التائبين، لا ده هم اللي بيحسوا أكثر، مش ربنا اللي بيبعت أكثر. ربنا بيحب الكل وقد يكون بيبعت لمسات أكثر للشخص الساقط. فاهم. كمان يطمننا إنه يعني سقوطنا مسموش، ما بقاش نهاية، يعني هناك من يلملم ويرمم ورانا، هناك من يمد يده ويلمس. والتلاميذ سقطوا بس قاموا، وقاموا بقوة كمان، وقاموا بقوة. صحيح يا ابونا، يعني يظهر انه المفروض الواحد يتجلى ربنا في حياته دي، المفروض ياما تجلى فعلا في مشاكل وحل، وياما تجلى في حاجات صغيرة كمان، مش شرط حاجات كبيرة. بس الخوف ان الواحد ما ياخدش باله زي ما قدسك قلت من ربنا عمال يتجلى في حياتنا كل يوم. يتجلى مع تنوع الحواس، يعني تجلى للعين وتجلى للأذن وقال وتجلى باللمس ولمسهم. فيعني لو مش باقي فيك غير عين هتشوفني،
ولو مش باقي فيك غير ودن هتسمع. هتسمعني. ولو مش باقي فيك غير وانت محدوح ولا فاس ففي احساس عايز ايه بقى يعني تجلي يعني مالتي تجلي. حقيقة يعني يا أتسابونا النهاردة نقدر نقول هو جاء ليقيمنا أو يقيم الساقط يعني. ده حقيقي. تمام. أشكرك أتسابونا على اللمسة الحلوة من قدسك في المعاني اللي هي الحقيقة ربنا قصد يوصلنا النهاردة. شكرا أتسابونا على مجيئك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين شكرا ليكم. ويمكن النهاردة أبونا يوسف سمير كاهن كنيسة ملك بخيل بالظاهر أشار لكذا نقطة بس في حاجة مهمة أوي الصراحة كانت لمساني وأتسابونا بيتكلم. أخاف خالص أنه أقعد ومش حاسس أن ربنا عمال يلمسني ومش شايف يعني ومش فاهم لأنه هو موجود طول الوقت في حياتنا ونبدأ نشوف أنه لا أصل اللي عمل كده ده فلان صديق أو اللي عمل كده الناس اللي حواليا هم اللي ساعدوني وكأني مش ربنا هو اللي عمال يفحط الطرق دي كلها عشان إحنا نطلع من اللي إحنا فيه أو إن إحنا نعدي لبر أمان. فربنا يدينا نعمة الإحساس بلمسة ربنا. وتقريبا النهاردة اللي أبونا قاله كل بيوتنا محتاجة اللمسة دي عشان نقوم ونتحرك ونبقى حاجة أفضل بكتير. شكرا لكم واستنونا الحلقة الجاية من برنامج جاء. تخلص ما قد هلك وتحرر الشر اللي في قلبه ملك جيت عشان تدينا حياة وترجع لينا اللي تاه جيت تفتح العيون والمظلوم تبقى معاه جيت تقوم الساقطين